رافي كان متأكد إنك أنت على علاقة مع مرته وكان بده ينتقم، بس قبل ما ينتقم منها بتعرف يا يوسي من مين انتقم؟ من إسرائيل، من إسرائيل كلها. إسرائيل تهدد حزب الله بشن حرب شرسة إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين الثمانية الذين تسللوا عبر الحدود. وحزب الله يؤكد أنه إذا ما حاولت إسرائيل شن أي عمل هجومي طائش فإنها ستضرب بالصواريخ في عمق تل أبيب. حالة من التوتر تسود المنطقة، والدبلوماسية المصرية تسعى بين الأطراف لتهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة. هيدي الخرائط قدامنا أخ ناجي، هيدا لبنان وهيدي إسرائيل، هيدي هضبة الجولان وهيدي مزارع شبعة، وهيدا الخط الأزرق يلي رسمته الأمم المتحدة عام 2000. مزارع شبعة أرض لبنانية بس حط عليها إيدها إسرائيل مثل ما بتعرف. وهون في تجمع جنود إسرائيلية بين جبل السمان وجبل الرويس من الشمال ووادي العسل من الجنوب، وهون في مزرعة اسمها فشكول يلي رح تعملوا فيها العملية. فشكول تحت السيطرة الإسرائيلية. الحال وقف يا عوفاديا، القهوة من ساعة ما القنبلة ضربت في آخر الشارع وهي بتنش، الزباين خايفتي. الزبون طبعه جبان، ما انت عارف يا مزرعي. اللي لازم تعمله تقلل السعر شوية عشان تشد الزبون. أقلل السعر أكتر من كده يا عوفاديا؟ ده ناقص إن أنا أطلب لهم الطلبات وأحاسب له. عارف عوفاديا، أبويا كان عنده محل كافيه في مصر، وكان أيامها الحرب شغالة والضرب والغارات طول الليل وما كانش يقفل المحل، ولما الإنجليز كانوا يعملوا حظر تجول كان المصريين ينزلوا ويسهروا ويغنوا كمان. مزرحي إفوها حفرة لو عادية. روني ميتال قاعد في البيت خايف، رافي أنا ما أعرف هو فين، هاني إلدن اختفت وما بقتش تيجي المحل لا هي ولا زملائها من الجامعة. ما هو المحل عندي نفس الشيء، الحل من بعده، هي لما بتقفل بتقفل كله. ألو أني عوفاديا، مين ده بير؟ أني شلومو كوهين سحيرة فرسكين مدبر محفات فشكول. إيش لي عصرات غنيم شل أفرسكين ميعزان هاتوف بيوتي روتسيلي في جوش وطخار كدي لدبر على محير. لو حبيبي يش ميتون هشوك لو يزبول كموت كزو شن اللي كسف لسلم لخا بن زمام عخشاف إنيني معونيان لكبيل بن زمان كحت حسحوراه ما أحرش تمخور شالين بعت تقيم لخا شمعتي شاتخا تحر يسر لخين دي بارتي اتخا كما تشلم لو 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 زيلو كدايو عفاديا عايز ياخدهم كلهم وبالقسطه ب$5,000 ابن الحرامين. اوكي عفاديا فاني مسكين نبقى بجيش من مساعدات فشكول محاربة بوك بشعة تشع تزيع رافون شالوم عفاديا شالوم شالوم. وشك انشرح، الظاهر التليفون ده جايب لك خبر كويس. لا والله يا مزرعي، ده تاجر من فشكول عنده شوية خوخ بايزين عايز يلبسهم لي. أما نشوف. Thank you.
خلاص مستعدين اخناجي؟ ايوه ابو حسين، هنمشي دلوقتي. السياره جاهزه. الله يوفقكم. بالامان. باشا انا عايز اجي معاك. نضال وابراهيم بس هما اللي هيجوا معايا. يا باشا احنا بدأنا المهمة دي سوا ولازم نكملها سوا. نضال وابراهيم بيعرفوا يا ابني كويس، المزارع اللي احنا داخلينها كلها يهود، مش عايز قلب الدماغ. ايه يا عم الحاج؟ انت بتغير ولا ايه؟ احنا رايحين نجيب أسرة، مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العملية دي من الأول، ولازم يبقى لي دور لآخر لحظة فيها. ما خلاص دورك خلص يا أبو الكباتن، اللي نط نط وخلصنا، وأنت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا؟ اللعبة دلوقتي عايزة شاب زيي، عايزة واد معاه لغة كده ياخد ويدي في الكلام. أنت عارف الباشا اختارني ليه؟ أصل إحنا رايحين نجيب 7 دكورة ونتاية، هو بقى جايبني عشان أجيب له النتاية دي. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا أخي نبقى في المحنة دي وتفكر في المعصية. معصية إيه يا شيخ حسن؟ ما تخليك محضر خير، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يوفقنا. ربنا يهدي. وانا مؤاخذة يا باشا، اللي بيحصل ده عيبة في حقنا. مؤاخذة دي مؤاخذة جامدة يا باشا. الله، احنا عيال نورة وعفيجية، يعني رجالة برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجالة يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحة يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده؟ ولا البت التانية اللي اسمها ندال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذة يعني انت اللي مستقل بينا. هي خناقة في حارة عادتها؟ ده مصيبة. خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجة يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمة العيش والحياة كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم. وعرفنا هما بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعة وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا. شوف لأي طريقة تطمني عليها. انا متأكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها.